صحابي حبايبي عاملين ايه؟ كيفكم يا حلوين؟ النهارده سوسن عملت لنا ايه؟ صفايح. ايوه صفايح، شايفين حلاوتها؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده يا سيدي يا وعدي. شايفين؟ شايفين السوا وشايفين الحاجه الحلوه؟ صفايح سوريه اصليه من ايدي سوريه. شايفين الحلويات؟ لا ظبطت معلم بصراحه بصراحه، يعني تعجبك. لا طبعا تعجبيني، طبعا تعجبيني. شايفين؟ شايفين والحشوه والسر والتكات والحركات؟ طبعا عشان تعرفوا احنا عملناه ازاي من ايد الست سوسن ام الصوص. لازم دلوقتي اللي ما اشتركش معانا يشترك، وتبقى صداقتنا اكتر واكتر واصحابنا كتير جدا. وطبعا معانا بقى يدوس لايك والكومنت الحلو ويقول لنا رايه في ايه، واخواننا السوريين يقولوا سوسن غلطت في ايه. ايوه ماشي، لو فيها لازم غلطه تقولوا. لازم تقولوا لنا غلطه سوسن في ايه. لكن بصراحه انا ما اتخيلش ابدا ان دي فيها غلطه. دي فيها غلطه؟ ده بس كده كوبايه شاي وليمونتين وزيتونتين مخلل وقشطه على كده. لا احنا بناكل مع لبان. انتوا بتاكلوا مع الزبادي. تعالوا ندخل جوه الفيديو بقى واحنا شغالين. ايوه. ويلا بينا نشوف احنا عملنا الحاجه الحلوه قوي دي ازاي. يلا. وهي مقادير السبايح. هذا حوالي كيلو طحين. هو بتشايتي اكتر لان احنا بنعمل وصفه تانية. ايوه هنعمل فطير تانية. تمام. نص كيلو لحمه. هو الكيلو بياخد نص كيلو لحمه. تمام. وثلاث بصلات. تماما. وطماطم. وطماطم البندوره. انت بتحب الحشوه كتير في ال بحب الحشوه. البندوره والبصل والبقدونس. ايوه، وانا حتى لما شفتها الاول كذا كذا حاجه، يعني كان حد سوري يعملها برضو بيحب الحشوه اكتر. يعني الحشوه اكتر من اللحمه. احنا بالنسبه لنا بتبقى اللحمه اكتر في العيش باللحم. ايوه. لكن طبعا انت عارفه العيش باللحم. لكن انت بالنسبه لك بتحبي الطماطم اكتر. أيوة. البندوره والبصل والبقدونس. ايوه تمام. اكتر انا. خلاص ماشي. والبقدونس طبعا ايه؟ هنغسلوه وبرده هنقطعه فيه. تمام. يلا بينا. يلا. هنبدا اول حاجه نعمل العجينه. نعمل العجينه طبعا انا اللي هعجن، هي مالهاش دعوه بالعجين. ما لا لا انا. ايوه. والباقي بقى نكمله نشوف صلصه هتعمله لنا ازاي. يلا. هي بالنسبه لعجينتها عجينه سهله جدا جدا، يعني مش مكلفه خالص. والعجينه دي بتنفع في كذا حاجه، احنا مكترين الكميه لان احنا هنعمل منها فطاير لينا، يعني كل احنا عملناها قبل كده معاكم. فالعجينتها عباره عن ايه؟ ادي الدقيق بتاعك، هتحطي عليه طبعا الملح، معلقه ملح هي صغيره على الكيلو، هزود شويه مش عارفه ايه اللي كان في الملح ده، فلفل اسود تقريبا. تمام. وهنحط سكر الكيلو، هياخد معلقه كبيره سكر. تمام. هنحط معلقتين، وهحط الخميره والبيكنج باودر. الخميره برضه على الكيلو كيس واحد بس، او 11 جرام للي مش معاه اكياس. هو صح 11 جرام ولا ايه صوصي؟ 11 جرام. خلاص هحط اهو الخميره، وكمان كيس لان انا زي ما قلت لكم زودها، لكن مقدار الكيلو هكتب لكم كله في صندوق الوصف هتلاقوه تحت. هي سهله جدا. كيس خميره، كيلو طحين او دقيق، معلقه نص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره سكر. والكيلو برضه هياخد بيكنج باودر حوالي معلقه صغيره. ما تكتريش. ما تكتريش منه عشان انت ايه مش محتاجاه ينفش قوي يعني. خلاص. فانا ده كان نص كيس، انا هحط كله على 2 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي كده. شكرا قوي. هتحط شويه الزيت وهتعجني عادي بالميه. هنحط بقى الزيت يا سوسن قد ايه؟ الاول قبل ما نحط الزيت لازم تقلبي ده كويس، كل المواد الجافه كده مع بعضها. الزيت هياخد نص كوبايه على الكيلو، يعني الكيلو نص كوبايه زيت. كيلو نص كاسه. ما تكتريش على كده، هي اصلا عجينتها سهله. لو عايزه تقللي كمان معلقه مثلا ماشي شغال. عايزه تعمليها بزيت نباتي حلو، زيت زيتون طبعا يبقى حلو، اللي انت تفضليه واللي انت تريحيه. هي مكوناتها بصراحه ايه مش مكلفه ابدا ابدا، يعني سهل سهل.
بس كده. هي دي كاسه علشان خاطر ايه زي ما قلت لكم احنا مزودين. قلت انا معايا ربيها الدقيق فتلاقوها مبيضة شويه. كنت معايا ربيها الدقيق فتلاقوها مبيضة شويه. سوسن اهي جنبي بتقطع الطماطم شايفين؟ هي سوسن بتقشرها كده. يعني الطماطميه بتقشرها. هي واقفه جنبي شغاله برضو. نبدا بقى احنا بسم الله الرحمن الرحيم تلم كده الزيت بتاعك بالدقيق. كده احنا شربنا الزيت كله خلاص في الدقيق او في الطحين. خلاص هنزل بقى بالميه. لازم الميه تكون دافيه، ما تعمليش الميه بارده، يعني الميه تكون دافيه طبعا عشان ايه الخميره تشتغل. وتنزلي حبه حبه بيها. طبعا الميه ملهاش مقدار بالنسبه لي، زي ما احنا طبعا متعودين معايا الميه بالذات في الدقيق ملهاش مقدار. هتحطي لحد ما تلم معاكي بتلاقي العجينه كده هي ايه خلاص. بعمل واحده واحده، اول ما احس ان الميه خلاص هشتغل بقى بايدي الاثنين. هي كده اهي الميه حطيت. شوف لو هتحتاج تاني ولا لا. هلم بقى عجينتي كلها واعجن فيها. هي العجينه دي ما فيهاش بقى خالص اي تكلفه، يعني ما فيهاش البيضه اللي احنا متعودين عليها، صح، ولا زبده ولا سمنه ولا رايب ولا لبن ولا شاي. اه لازم عندك شويه. وهي الحلوه، لا هي الحلوه فيها عشان كمان ايه احنا مش عايزينها تنفش. عندكم يعني ايه صوص؟ هي تنفش يعني نفس الشيء. يعني انا مش عايزه اكلفها لان انا مش حباها تنفش. لازم تنفش. لا لو عايزه كمان تقول لك هتعجنيها كويس قوي قوي قوي. لو عندك عجان طبعا خلاص هيرحمك، لكن انت لازم تعجنيها حلو قوي قوي قوي. يعني هي كده حلوه قوي. انا عايزه العجينه كده، مش عايزاها انها ناشفه ولا طريه، انا عايزاها كده. شايفين ما شاء الله جميل. هلمها بقى تاني واحطها في البوله واغطيها واسيبها ساعه ترتاح. شايفين حرارتها؟ شوفوا بقى صلصه عملت لنا ايه. الطماطم اهي ناعمه. بس بصوا ناعمه ازاي، يعني عايزه اوريكم قد ايه هي ناعمه. شايفينها؟ او بيضربوها في الكب اساسا، يعني مش عايزها ناعمه كده. هي الصلصه ما بتحبش تضربها في الكب، بس ممكن تضربوها مع البصل في الكبه يعني لو انتوا حابين. هي خايفه الميه تنزل هنا. والبقدونس نفس القصه، قطعتها بصوا صغننه خالص خالص خالص. هي بصراحه عندها فكره كده، السوريين كلهم بتقولوا ايه بقى؟ بنكت البقدونس. بنكت. هي بنفهم البقدونس بس انا بقولها هيك. هي بنكت البقدونس خلاص. وهنا البصل برضه انا نعمته. هي قالت لي انت نعمتيه قوي، انا فكري بقى طالما كله ناعم يبقى ده كمان ينعم. راحت قالت لي لا المفروض يبقى خشن شويه. هي عايزاه خشن شويه يعني، بس انت قلت لي عادي نعصره. ايه لكن بينعصر. طيب يلا. ايه تمام. انت دلوقتي لسه هتعصري كله صح؟ هنعصر الطماطم وكل والبصل وهتحطيه عليه. يلا بينا نعصرهم ونوريهم بقى الدنيا ازاي. يلا. بهاراتنا بقى. يلا. ملح. ربع تن ملح. محدش دعوه ايه؟ بيت الملح. انت تظبطوا ملحكم. وايه تاني؟ فلفل اسود. وفلفل اسود. قولي لي قد ايه كده؟ بس يلا بينا. معلقتين صغيرين من بتاعه التوابل صح يا ساسون؟ صح. بايه؟ بهارات مشكل. حطي معلقه بهارات السبعه يعني. ايه معلقه. انا ماشيه حسب ايه ما بتقولي، ماليش دعوه. حطي معلقه طحينه. معلقه؟ طب انا هحط لك معلقه بس كده؟ ايه يلا بينا. ومعلقه معلقه ونص دبس رمان. دبس رمان؟ ايه يلا بينا. لا دي عايز معلقه.
ولا عادي احط؟ لا الحلقة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة ونتف ونتف بتاعت اكتر. خلاص حطيها. اي والله ما هي راجعة. اي خلاص خليها هنا نقلب بيها. احتست بيها خلاص. وايه اخر حاجة بقى؟ معلقة سمنة. معلقة سمنة. تحسي معلقة نضيفة؟ معلقة سمنة زبدة اللي عندك بس خلاص. او لو شوية زيت زيتون خلاص. ماشي كونت المعلقة. شلت المعالق عشان بس ايه ما يبقاش المنظر الجمالي مش جمالي. ايوه بصوا بقى في المرحله دي بصراحه ما تنفعش المعلقه. صح ولا انا غلطانه؟ صح. ايوه فطبعا تقومي مسميه لا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعيشي في كل ده. بص هي كده خلاص جاهزه بالنسبه لنا كده 100 100. خلاص هنجيب بقى العجينه ونكورها ونبدا نشتغل. يلا يلا بينا. العجينه بتاعتنا هي بعد ما خمرت هي اخدت ساعه بالظبط يعني. شايفين ما شاء الله واللحظه اللي احنا كلنا بنستناها. عايزه تديها انت البوكس؟ يلا يلا ادي. ما شاء الله. شوفي احلى لحظه بنستناها. كفي لك البيت. كفي. هاتي صينيه. الصينيه اللي وراكي دي هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا هنكورها كور كده صغننه. طبعا ده الحجم اللي انت عايزاه. احنا بنحبه صغير لكن انت الحجم اللي انت عايزاه. عايزه اكبر يعني عايزاها كده عايزاها اكبر. شوفي اللي انت عايزاه تمام قوي معاكي فيها. بس العجينه يعني عايزه اوريكم العجينه بجد ما شاء الله اللهم بارك بجد 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 رائعه. شايفه شايفه ما شاء الله. شايفين قد ايه جميله جميله جدا. صينيتك بقى كده حطيتي الطحين. رشي رشه دقيق. راح نقطع. تسلم ايدك. اظن كده كفايه صح يا سوسو ولا اصغر؟ لا هيك تمام. شايفين؟ بصوا يعني انا ما لحقتش وبجد بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شوفي خمرها. شايفين؟ مش عارفه واضحه ولا لا. رهيبه رهيبه. شوفي كده يا سوسو كده الحجم حلو؟ ايه تمام. طيب ماشي ما شاء الله. هنكور بقى كل. يلا اعملي معايا كل الكميه بتاعتك نفس الكوره اهي. اشيل كمان حته. بصوا ما شاء الله هنعمل كل الكميه بالطريقه دي واوريكم بقى. يلا بصوا شايفين حجمها صغيره جدا يعني. شايفينها دي هتفرد واحده حلوه ما شاء الله يعني. هنكمل كل الكميه بس طبعا انت بتعمليها لازم تسيبيها ترتاح شويه عشان لما تيجي تفرديها تتفرد معاكي بكل سهوله. ما تفضلش تمط وترجع تفترد وترجع. لازم تريحيها شويه يعني. العجين بيحب ان انت في كل خطوه تعمليه تسيبيه يرتاح شويه. وهتغطيه طبعا عشان وشه ده ما ينشفش يعني. انت عملتيه ده خلاص غطيه بكيسه كده حلوه نظيفه عشان وشه ما ينشفش. وهنكمل بقيه الكميه ونوريكي بقى هنفرده ازاي. انت بقى تحضري رخامتك حطي عليها شويه دقيق او ترابيزتك او اي حاجه او طبلياتك اللي تيجي معاكي حطي فيها كده شويه دقيق تحت وفوق عشان تعرفي تفردي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأي انك تفردي. سوسن قالت لي رقيها على قد ما تقدري. شايفين؟ طبعا بقى احنا مشغلين الفرن على درجه حراره 200 تحت وفوق يعني. مشغله الشوايه كمان خليها على الهادي خالص ومشغله الفرن. اللهم ذكرني على درجه حراره 200 عشان يبقى سخن قوي. خلاص الصاجه بتاعتك الصاجه السودا ديت هتحطيها في اخر رف تحت زي ما خبزنا العيش باللحمه. وهعمل لكم الرابط بتاع العيش باللحمه عشان ما شافوش ينزل تحت يلاقيه ان شاء الله في صندوق الوصف. تمام. وتحطي الصاجه بتاعتك في اخر رف في الفرن. وهنا بقى علشان خاطر بصوا هعمل لكم حاجه. هنا صلصه كانت عملت لنا واحده اهي. اللحمه على قد ما تقدري ما تكترش في العيش. المفروض ما يبقاش كتير يعني. الصلصه اصلا كمان مزوده يعني. هي المفروض يبقى اقل من كده بكتير علشان خاطر انت لما بتطلعيه ده لما بيستوي بتقفليهم على بعض كده وبتاكليهم زي ساندوتش يعني. هنوريكم ازاي. فانت يعني قللي تقدري تقللي اكتر من كده كمان. ليه انا حطيته في ده؟ علشان ده المفروض كنت انت برضه تحطي شويه دقيق. لا اهي صح حطيتي دي يتزحلق معايا فانزله سهل في الصاجه.
فاهمين؟ هعمل لكم واحده تانية بالطريقه ديت وهوريكم انا اقصد ايه يعني. لكن هي المهم انها في دي دلوقتي هي صوصه عايزاها رقيقه قوي كده، شايفين؟ بصوا شايفين رقها؟ رقيقه جدا 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 يعني. استنى هشيلها، هي العجينه اصلا حلوه تاخد وتدي معاكي. بصوا مش عارفه واضحه بالنسبه لكم ولا ايه، بس هي رقيقه قوي. انا بديها لسوسن بقى في القطاعه اللي زي دي عشان خاطر تبقى سهله، اللي عنده طبعا البلانشه الخشب يقدر يزق منها. تمام قوي يعني. بصوا شايفين اهي، دي حط فيها دقيق يعني، رشيها دقيق. اي بلانشه عندك، اي خشبه، اي حاجه، تمام. وتاخدوا دي اللي انتوا عملتوها اهي وتحطوها عليها، فدي هيبقى سهل انها تتزق. شايفينها واضحه؟ فلما تتزق كده الصاجه بتاعتك في الفرن طبعا مش هتعرفي تشيليها خلاص. اول ما هتلاقي دي هتقوم واقعه معاكي في الصاجه كده. فهمتوا فكرتي ايه؟ انا بس عندي البوتاجاز والله من غير نور كنت وريتها لكم في البوتاجاز، سهله جدا. هي نفس الفكره زي ما قلت لكم اهو، اهي ديت فيها دقيق خلاص، ودي اهي هتاخديها زي ما هي بعد ما رقتيها قوي 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 قوي، حطيها فيها كده اهي. هتحطي اللحمه بتاعتك، هترش اللحمه بتاعتك، هاتي اساسا نرصها، وهتزحلقي دي هتتزحلق معاكي كده بكل سهوله في الصاج. شايفين اهي؟ بس هي دي فكرتها عشان ما تغلبكيش. او هخبز لكم برده واحدتين في الطاسه. طبعا شايف اللون ايدي احمرت ازاي؟ هخبز لكم واحدتين في الطاسه، هوريكم برده خبز الطاسه لو انت بالنسبه لك يعني ايه فرنك فيه مشكله او حاجه، برده سهل جدا في الطاسه يعني. تمام؟ لكن هي الطريقه دي سهله قوي قوي واريح، انها هتاخد كتير. نحط اللحمه بقى، نحط الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده اهي، هي المفروض كده تمام قوي. الصلصه تسلم ايديكي اهي، شايفين؟ بصوا هي بتزحلق ازاي، واخدين بالكم من الفكره اللي انا بقول لكم عليها؟ اي واحده زي دي ديت موجوده في كل حته اصلا، هي بتقطعي فيها او الخشب او اي حاجه عندك تعرفي انك تزقيها كده، هتيجي عند الفرن تقومي زقيها هتنزل منك في الصاجه على طول. انا عايزاها على طول في الصاجه، ليه مش في صواني؟ اولا في صواني هتعملي طبقه ثانيه للسوى، يعني هيبقى الصاجه بتاعت الفرن والصينيه مش هتستوي معاكي حلو. حتى العيش باللحمه ما ينفعش ابدا تحطيه في صواني، لازم على طول على الفرن. لكن العيش باللحمه لانه تقيل بتعرفي تملكيه بايدك وتشيليه وتحطيه، لكن ده لانه خفيف مش هتعرفي تملكيه، العجينه بتاعتك هتتنى. فاهمه القصد يا صوصن؟ لكن بالطريقه دي هتبقى سهله معاكي قوي، تمام؟ علشان السوى، وكمان عشان ما تاخدش منك وقت صواني كتير تغلبك يعني. دايما بحب انا الحاجه السهله اللي ما تاخدش وقت. هحطها ونعمل كمان واحده قدامكم ونقول لكم هنكمل ازاي. هعمل قدامكم كمان واحدة، ادي كرة تانية، وطبعا هتحطي دقيق فوق وتحت عشان ما تلزقش معاكي وتعرفي انك تفرديها. هعمل دي كمان يساسا قدامهم ونشتغل بقى احنا الاتنين قصاد بعض عشان نعمل الكمية. سهلة قوي وحلوة وتغيير ومش هتغلبك ولا تاخد وقت. عجينة بجد جميلة قوي. جنن ما شاء الله. كيف بدك تعمليها؟ ايه؟ كيف بدك تعمليها؟ اه والله فعلا. ماشي. هنحط بقى زي ما اتفقنا في اي واحدة كده بلانشة زي دي كده، حطي لها شوية دقيق بس عشان ايه تعرف تتزحلق معاكي. خلاص؟ وتقومي واخدة دي في، شوفي هي اصلا دخلت من غير اي تعب يعني. حلوة قوي 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 قوي. وهتحطي اللحمه بتاعتك. شايفين سوسن اهي؟ بصوا شايفين؟ وطبعا ايه بتزحلق زي ما فهمتكم، وهي المفروض تبقى كده رقيقه كده. شايفين رقيقه جدا يعني، مش مستحمله ان انا اشيلها. واللحمه برده ما تبقاش كتير، وندخلها في الفرن. هخلص كل الكميه بقى ونوريكم الحاجه الحلوه اللي احنا عاملينها دي. هنا بقى اللي هنخبزها على البوتاجاز من فوق. انا حطيتها في طاسه تيفال اهو، او اي صينيه تيفال، او اي حاجه عندك مش بتلزق يعني، وما بتدهنيهاش اي ماده دهنيه يعني، مش بتدهنيها اي حاجه دهنيه. هي بس كده يا دوب تحط عليها العجينه نفسها، ما بتحتاجش اي زيت ولا اي حاجه، ما تدهنيهاش يعني. اي طاسه، اي صينيه، اي مقلايه عندك حطيها عليها وتوطي النار على الاخر. فاهمه يا صوصن؟ توطي النار خالص خالص وتغطيها بحاجه ان هي لازم تتغطى عشان طبعا اللحمه تستوي.
يعني لازم يبقى ليها غطا، حاجه ليها غطا عندك عشان اللحمه دي تستوي تغطيها وتسيبيها على النار هاديه وبس. هتعملي كل الكميه بتاعتك على نفس الطريقه دي لو انت الفرن بتاعك مش شغال، وهوريكي برده دي لما تستوي هتبقى عامله ازاي. اهي بقى اللي احنا حملناه في الطاسه، بصوا ولا لزقت ولا اي حاجه، بصوا بس هي لسه عايزه سنه كمان، صح يا سوسن؟ اقسم تشوي، سيبها سنه كمان لكن برده مستويه وجميله وزي الفل، سنه كمان وهطلعها. شايفين كده طلع من الفرن؟ شايفين بقى الحاجه الحلوه دي؟ دي اللي خبزتها في الطاسه، بصوا شايفين؟ المفروض بقى انتوا بتصنوها كده صح؟ اه صح. تتاكل بقى كده، شايفين سواها؟ جميله جدا في الطاسه. عايزه كده طبق صلصه، ودي بقى اللي معموله في الفرن، بصوا شايفين اجملها؟ هي كده والطعم بتتاخد على الفرن. ولازم يتحطوا فوق بعض، يعني هي لازم لما يطلعوا تحطيهم كده فوق بعض، صح يا صلصه؟ ايه احسن، علشان كله يشرب من طعم اللحمه. فاهميني؟ فبصوا بقى كده، بصوا 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 بص. شايفين الرصه؟ شايفين الحلاوه والجمال؟ اجدع من ميت معلم. اه والله تسلم ايديكي بجد، تسلم ايديكي. مين اللي هيدوق، انا ولا انت؟ انت. انا. شايفين تاخدوها كده اهي، تقفلوها كده زي ساندوتش يعني، وعلى البق على طول. بس مع كاسة لبن تطلع بتجنن. لبن هو الزبادي. ايه. انا بالنسبة لي كده مع طبق مخلل. هحضر لي طبق المخلل واحطه لكم بقى في اطباق، وتعالوا نشوف بقى هنعمل فيه ايه. طبعا صلصه بقى بسطتهولنا في الاطباق، وانا حطيت الليمون بتاعي والسندوتش في ايدي او الصفيحه في ايدي. شايفين 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 بجد تهبل وطعم، والعجينه خرافه. ايه رايك في العجينه؟ كلها على بعضها بتجنن. اه والله كلها على بعضها بتجنن بصراحه. عايزه نرجع. جوعتي؟ طب استني بس، استني اكلمهم اكلمهم. بصوا بقى يا حبايبي، طازه قطمه كده منها وحته ليمونه طبعا. صحه. انت عايز تاكلي؟ لا اصبري نقفل مع الناس. ماشي. بص بقى يا حبايبي، هخلص الاكل وهي واقفه جعانه. بجد حاجه جميله جدا جدا، لازم كلكم تجربوها. وبجد حد يرحمني من سوسن، انها كده هتخليني العرض عرضين، مش نافع الدايت كل ما انه عليه ما بيكملش. بجد حاجه جميله قوي. تسلمي ايدك يا سوسن، ميت صحه، تعيشي كده وتعملي لنا وتبتكري بقى في الاكلات السوريه الحلوه بقى الطعمه اللي ملهاش حل دي. تعملي الكبه. كبه، خلاص ندخل على الكبه بقى، ندخل على التقيل. تمام. يا رب تكون النهارده الوصفه عجبتكم، ويا رب نكون كنا خفاف عليكم كده، وقولوا لنا رايكم فيها ايه. لازم لازم تقولوا لنا رايكم فيها ايه، وجربوها لانها بجد هتعجبكم. سهله جدا وبسيطه، والكيلو عمل الكميه دي كلها، كيلو اللي هو عمل حوالي 16 واحده او 17 واحده، كميه حلوه جدا جدا ليكي ولاولادك 100 100. تسلم ايديك يا ست الكل، صحتين. هنا نشوفكم في وصفه جديده، قولوا لي اذا عجبتكم ولا لا. اه لازم لازم. ماشي رضوها. ها. يلا نشوفكم في وصفه جديده. ايه سوريه او مصريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.